اغتال مسلحون مجهولون ليلة أمس السبت المقدم حاتم الحمداني مدير جوازات كركوك السابق وضابط قسم الأحوال المدنية الحالي عبر إطلاق النار على سيارته أثناء مرورها في شارع جراج بغداد قرب حي الحمزلي وسط المدينة. الهجوم أسفر عن مقتله في الحال ونجاة زوجته وابنه. والله قاعد هاي قاعدتي سيارة هاي دعمت اللوخ طلعت لي قدام مرات عيط لحقوا لي إلا الرحم. رحنا على السيارة، السيارة كلها دم، شلناها حطيناها بالسيارة طلعت السيارة وديتها المستشفى الولد. احنا صارنا بكركوك، عايشين بكركوك صارنا هواي. يعني وأمان وكل شيء اكو بكركوك. بس هاي صار أربع أيام اغتيالات مو طبيعية، هذاك مغتاله وهذا بجسر رابع المحامي، هاليوم اغتاله مدير جنسية. يعني نريد نعرف شنو هاي تفرقة يصير بين الكراد، بين العرب، بين التركمان، يعني اكو خلايا نايمة قاعدة تجي تخرب بكركوك. شرطة كركوك امتنعت عن الإدلاء بأي تصريح فيما اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة أشارت إلى وجود أياد تريد زرع الفتنة ونشر الرعب في كركوك. هو كاركان شي هنديك انتقامية هنديك تسفيح حساباته هنديك تر هناك قضايا قتل لأسباب عديدة منها الانتقام أو تصفية حسابات، وهنالك أيادي تريد العبث بأمن كركوك التي فيها الأمان أكثر من أقليم كردستان. سياسيون عرب أشاروا إلى وجود استهداف منظم من رموز المكون العربي في كركوك مطالبين الإدارة المحلية بتحمل مسؤوليتها في حمايتهم وكشف الجنات. بالتأكيد هو خرق أمني وخرق أمني واضح، لأنه هذا يعني مسؤول أمني كبير جدا في المحافظة. من غير المعقول أن يتم استهدافها في وسط المحافظة دون أن تكون هنالك ردة فعل من قبل الأجهزة الأمنية. وبالمناسبة هذا ليس الاستهداف الأول، فمن قبل كان استهداف السيد الرئيس المجموعة العربية لمجلس محافظة كركوك الشيخ محمد خليل رحمة الله عليه، ومن قبله رئيس المجلس المحلي لقضاء الحويجة. يذكر أن محاميا كرديا معروف قد اغتيل قبل فترة بالطريقة ذاتها جنوب المدينة. سوران الداودي، الحرة، كركوك.